السلام عليكم اخواني اخواتي، شو اخباركم؟ عساكم بخير، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وسلام. اليوم راح نشوف كيف نقدر نحافظ على حياة الايفون اللي عندنا ونخليه يستمر لمدة 5 سنوات كاملة بدون اي مشاكل، لا في البطارية لا في النظام لا في التعليق لا في كل شيء، باتباع خطوات بسيطة راح اخبركم اياها وبطلع ان شاء الله من هذا الفيديو مستفيدين باذن الله. لكن قبل لا نبدا، اذا كنتوا من عشاق تقنية وعشاق شركة ابل فكروا في الاشتراك في القناة، لان دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات. خلينا ندخل في التفاصيل. أبل نزلت 5 آيفونات هذه السنة لأنها شركة ماركتينج توباك تشتري قدر المستطاع كل آيفون ينزل، مثل ما أنا أسوي بالمناسبة، لأن أنا يوتيوبر مصور مصمم فأحتاج هذا الشيء. لكن معظم الناس 85% تقريبا من الأشخاص اللي حوالي ما يحتاجوا كل هذه الميزات اللي تنزل سنويا، وراح يكفيهم الآيفون من ثلاث إلى خمس سنوات بدون أي مشاكل لو حافظوا عليه. فخلينا نشوف هذه التفاصيل اللي كتبتها لكم، كيف نقدر نحافظ على حياة الآيفون بكل سهولة بهذه الخطوات. خلينا نبدأ. أول خطوة لازم تسويها عشان يستمر الجوال اللي عندك لمدة 5 سنوات، كل ما تمر سنة من استخدامك للجوال اعمل له فورمات عن طريق الكمبيوتر، لأنه لما تعمل تحديثات ونظام عن طريق الاير عن طريق الانترنت عن طريق الجوال راح يستبدل الملفات وما راح يحذف كل الملفات، وبكذا راح يكون في ملفات عالقة في ملفات مش ضرورية راح تكون في النظام. لكن لما تعمل نسخة احتياطية يتخزن الملفات المهمة في الكمبيوتر، تعمل فريش انستول فورمات كاملة للايفون اللي عندك، بعدها تستعيد الملفات المهمة، كذا راح تكون نظفت الايفون اللي عندك. كل سنة مرة واحدة وراح تحس ان الجوال ما راح يبطأ معك حتى 5 سنوات كاملة. النقطة الثانية ومن النقاط المهمة، عمر بطارية الجوال اللي عندك مهما كان نوعه، حتى لو كان اندرويد ايفون نوكيا، عمر البطارية الافتراضي 500 شحنة، يعني من 0 لـ 100 من 100 لـ 0 500 مرة. فاستخدامك للجوال يوميا وشحنه يوميا راح يستمر معاك لمدة 2 إلى 3 بشكل جيد، وبعدها راح ينزل بشكل كبير. فتقدروا تشوفوا أداء البطارية اللي عندكم وقوته من خلال الذهاب إلى الضبط، بعدها البطارية، بعدها حالة البطارية، وراح تشوفوا هذا الرقم. إذا نزل تحت 77% يفضل انك تبدله، وتأكد انك تبدله بطارية اصلية مش بطارية صينية تقليدية قيمتها $10 $20، وبكذا البطارية ما راح تكون عائق وما راح تبطئ الجوال اللي عندك وراح يستمر لمدة 5 سنوات بكل بساطة وبكل سهولة. طبعا تبديل بطارية فقط مرة واحدة خلال هذه الـ5 سنوات. النقطة الثالثة، إذا تبى الجوال اللي عندك يستمر لمدة 3 إلى 5 سنوات بدون أي مشاكل، لا تشحن الجوال بقابس غير أصلي أو سلك غير أصلي. هذه من النقاط المهمة أيضا اللي تخرب الجوال اللي عندك. مرات ما راح تحس بهذا الشيء، ما راح تحس أن الجوال يخترب أو في أي مشاكل، لكن في الحقيقة الآي سي راح يحترق، البطارية راح تضعف وعادي تنتفخ من الداخل وانت ما حاس، وراح تأثر على الجوال اللي عندك. فتأكدوا لا تشحنوا بقابس أو سلك غير أصلي، لأنه راح يأثر بشكل كبير على الجوال اللي عندكم. النقطة الرابعة، كل أسبوع أعمل إعادة تشغيل للجوال اللي عندك. تعرفوا حتى الطيارات، هذا الطيارات اللي نطير فيها كل 37 يوم لازم يعملوا له ريستارت، يعملوا للكمبيوتر اللي داخل الطيارة ريستارت أو إعادة تشغيل، لأن نظام الكمبيوترات بشكل عام أي كمبيوتر في الدنيا فيه رام أو ذاكرة عشوائية مؤقتة، فكل ما يفتح التطبيق أو تشتغل على شيء بعدها ترجع تسكره راح يكون في ملفات تابقة أو عالقة داخل هذه الذاكرة. فعشان تحذف هذه الملفات العالقة داخل الذاكرة العشوائية لازم تعمل إعادة تشغيل للجوال اللي عندك، وما راح يثقل وما راح يضعف. فاعملوا إعادة تشغيل مرة واحدة في الأسبوع عشان يحسن الأداء ويحذف الملفات العالقة في الذاكرة العشوائية. النقطة الخامسة، الشيء بديهي واللي هو حط له كفر، لأن مهما كان قوة الزجاج اللي في الجوال اللي عندك، مثلا الايفون 12 حاليا الزجاج الأمامي أقوى 4 مرات من الجوال الايفون الماضي، لكن بعد التجارب صح أنه صار أصعب ضد الكسر لكنه بعده ينكسر. فمهما كان نوع الزجاج اللي عندك يفضل أنك تركب له كفر. فالأشخاص اللي يحبوا استخدام الجوال بدون كفر ويحبوا شكل الجوال مثلي أنا، حط
حاط له استيكرات حماية من كلير كوت. في شركات كثيرة مثل فانتوم وغيرها أنصح باستخدامها، على الأقل هذا يكون أضعف الإيمان لو شوية طاح ما راح يسبب شوائب في الجوال اللي عندك. النصيحة الساسة، لو خذيت جوال ضد الماء أو في حماية ضد الغرق مثل آيفون إكس، آيفون إكس إس، آيفون 11، آيفون 12، كل هذه الجوالات ضد الغرق، وآبل تقول من مترين تقريبا لمدة ربع ساعة الآيفون إكس إلى الآيفون 12 6 متر لمدة نص ساعة ما راح يغرق، وشفنا التجارب وجربتها أنا بنفسي كل الجوالات هذيلة أنا أغوص بها تحت الماء واستمتع فيها، لكن صارت لنا كم مرة لو طاح الجوال احتمال يلغي الحماية ضد الماء، هذا اللزق الحماية السيليكون اللي على جوانب احتمال يتبطل وانت ما تحس، وخاصة الاشخاص اللي يبدلوا بطائق السيم كارد. لاحظت الحماية مال ضد الماء في السيم كارد تنلغي اذا تميت تبطل وتركب تبطل وتركب، فبكذا احتمال ضئيل انك لما تروح على الماء راح يغرق الجوال ويضيع عليك، وخاصة غرق الجوال راح يأثر على كل الجهاز واحتمال كبير ما راح تقدر تستخدمه بعدها، فانتبهوا من هذا الشيء. حاولوا لا تدخلوا في الماء إلا إذا أنتوا ما تطيحوا الجوال وكان بشكل ممتاز، يعني الكونديشن أو الوضع اللي فيه شبه جديد، وخاصة الأشخاص اللي مبدلين شاشة الجوال أو مبدلين قطعة واضطروا أنهم يبطلوا الجوال من محل مش محل رسمي مثل آبل وغيرها. النقطة الأخيرة والأهم، احفظ حسابك الآي كلاود من الاختراق ومن نسيان الباسورد، لأنك لو نسيته وعملت فورمات ما راح تستفيد من الجوال اللي عندك، عقة زبالة لأنك ما راح تقدر تفتحه. بالإضافة تفعيل الآي كلاود في الجوال اللي عندك والعثور على الآيفون راح بسهولة تقدر تحصله وهو ضايع، حتى لو بدون إنترنت راح ينبهك على آخر مكان كان متوفر، فحساب الآي كلاود ضروري جدا، وخاصة تفعيل العثور على الآيفون من خلال الذهاب إلى الضبط، بعدها الآي كلاود، بعدها هنا، وبعدها تشوفوا هذه الخاصية لازم تكون مفعلة علشان لما يضيع الجوال أو ينسرق تقدروا تحصلوه بكل سهولة. وهذه كانت نصائح، لا تنسوا تحطون لايك إذا عجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك إذا كنتوا جدد، اتبعوا هذه الخطوات وأوعدكم راح يستمر الجوال اللي عندكم بدون أي مشاكل. شكرا لكم على التعليقات الجميلة والكلام الجميل والدعم المستمر، وكالعادة لحد الفيديو القادم أشوفكم على خير بإذن الله.